بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاركت في هذه الدورة يعني لأغراض خاصة، يعني كل واحد قد شارك في هذه الدورة يعني حسب ما يعني ما يجد النقص فيه ما يجد النقص فيه. أنا شاركت في هذه الدورة لأنها دورة تطبيقية، وهي فعلا يعني منذ البداية قد وجدت ما أبحث عنه، يعني دورة تطبيقية لا غنى عن ما نفعله في هذه الدورة. مثلا المعلم سيكون مثلا لديه كفاءة تربوية وكفاءة مثلا أكاديمية ومجموعة من الأمور، لكن هذه التقنيات التي قمنا بها في هذه الدورة من البداية حتى الآن يعني لا مفر منها، وخاصة في هذا الزمان، يعني خاصة في هذا الظرف، ظرف كورونا، يعني الكل قد اتجه إلى الأونلاين، والكل قد اندهش من كثرة البرامج وكثرة التقنيات، ويعني مجموعة من الأمور التي لا بد للمعلم أن يتعلمها ويكون عالما بها، ليس يعني الإتقان يعني المطلق، لكن على الأقل أن يعرف عن الأساسيات يعني. وهذا ما نقوم به في هذه الدورة. يعني باختصار سأقول، أستطيع أن أقول أن هذه الدورة تستطيع أن تضع المعلم في طريق صحيح، بحيث لن يبحث عن أمور أخرى خارج هذه الدورة، بمعنى في البداية، بمعنى أنه ستضعه في الطريق الصحيح ولن يضل بإذن الله تعالى. يعني هذا يعني والله شاهد على ما أقول، يعني لن أزيد على شيء لا أعرفه ولن أسكت عن شيء أعرفه، يعني هذا ما عرفته في هذه الدورة، والحمد لله قد استفدنا يعني من هذا الشق الذي قمنا به حتى الآن. يعني تدربنا على مجموعة من البرامج التي هي من أساسيات هذا المجال، ونحن والحمد لله رأينا النتائج، رأينا بعض الأساتذة ليس في هذا المجال فقط، لكن في مجالات أخرى. مثلا نجد بعض المعلمين الذين يدرسون الإنجليزية وفجأة اتجهوا إلى أونلاين، ولم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه البرامج ومع هذه المنصات الكثيرة، وسبب لهم هذا الإحراج أمام طلابهم. يعني شاهدنا هذا مباشرة، يعني نحن لا نقول شيئا لا نعرفه، لكن شاهدنا هذا مباشرة. تجد مثلا أستاذا له مكانة ويحترم الجميع، لكن لما اتجه إلى الأونلاين ويعني واجه هذه الأمور الكثيرة، يعني سبب له الإحراج، بحيث يسأل هو مثلا تكون لديه محاضرة أو حصة، هو يسأل الطلاب من أين نغلق المايكرو، ومن أين نفعل الشاشة، ومن أين نقوم بهذه الأمور، كيف أشارك معكم الكتاب، كيف أشارك، يعني هذه ومع العلم أن زوم الآن ربما يعرفه الصغير والكبير، فما بالك يعني هناك منصات أخرى مثلا ويبيك، جوجل ميت، جوميتين، يعني مجموعة من المنصات الأخرى. يعني من لم يستطع أن يتعامل حتى مع الأساسيات يعني كزوم، يعني كيف يستطيع أن يطور نفسه ويقوم بأمور أخرى ويخترع ويبدع؟ يعني هذه يعني باختصار أمور أساسية لا بد منها نعم، لمعلم جزاكم اللغة خيرا، العربية. جزاكم نعم. خير أخي الكريم. طيب ماذا تتوقع إن شاء الله في بقية الدورة، وما هي نصيحتك لمن يريد أن يعمل في هذا المجال أو يريد الاشتراك في الدورة التطبيقية مع فصول العربي؟ أولا ماذا أتوقع؟ فأنا شخصيا أتوقع أن أرى الدروس المباشرة، لأنني حتى الآن أعمل لوحدي وأتخيل يعني ما أفعله يعني جيد، لكن في بعض الأحيان أحس أن ما أقوم به يعني فيه نوع من الخطأ، أو أقوم به ليس بالطريقة الصحيحة. يعني أتوقع أن أرى الدروس المباشرة لكي أقتنع ولكي أكتمل ولكي أجتهد أكثر، يعني هذا ما أتوقع. أما بالنسبة لنصيحتي للذي سيشارك في هذه الدورة إن شاء الله في الدفعة الثانية، والله أنصح بهذه الدورة، يعني ليس كأنني أعرفك أو تشتغل معنا أو من هذا القبيل، لا، لكن أتحدث عن الدورة، يعني أن الأستاذ صفوت خارج عن الدورة وما يقوم به يعني كأستاذنا خارج عن هذا الأمور، لكن كالدورة أنصح بها. لماذا؟ لأنها تفتح الأبواب
للمترشح أو للذي يريد أن يدخل هذا المجال؟ يعني كلنا قد اعترفنا بهذا الأمر قبل أن ندخل إلى هذه الدورة، الكثير من الأمور لا نعرفها، لكن الحمد لله معكم قد عرفنا المجموعة من البرامج وما الذي يجب علينا، وخاصة النصائح التي تقومون بها الخاصة بأونلاين. يعني كل هذه الأمور يعني الحمد لله سيستفيد منها الذي سيشارك في هذه الدورة بإذن الله تعالى. والأمر الثاني ربما لا أعرف هل تذكره أم لا، يعني ثمن الدورة، يعني والله أن الدورة لا تستحق هذا الثمن، يعني تستحق أكثر، يعني أرد يعني هذه حقيقة. طيب أخي الكريم جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا أستاذ الحسين خلاف، يسر الله الأمور للجميع. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، في حفظ الله.